ليك اسمعني شو بدي اقول. انت جاي لهون مشان تعمل اعلان للفيلم، وبما انك جاي لهون مشان فيلمك معناتها انت تعال على المهرجان شي 10 دقائق، شو بتخسر؟ ايه شو يعني جاي؟ ايه كتير عظيم. بقول لك شو تعمل، اتصل فيني اذا صارت اي مشكله. ماشي؟ ايه طيب ماشي. شو ارجون؟ شو كلياتكم رايحين مشان تحضروا لبكره؟ ايه انا متحمس، اول مره بتدرب للاحتفالات وبشارك بمهرجان، ولهيك هذا الشيء مهم عندي. والشخص اللي كنت عم احكي معه هو صديق طفولتي والجامعه، هو دائما بيشتغل بافلام بوليوود، هو ممثل اساسي. فاروق بتعرف لهلا علاقتنا كتير منيحه ولساتها مثل ما كانت ما تغيرت، وانا شو ما طلبت منه خدمه بلبيني دغري. كتير حلو انه الواحد يكون شخص منيح والكل بيحبك وما حدا يرفض لك اي طلب. صحيح في شيء كنت رح انسى لك اياه، انت هلا صار لك شهر كامل معنا وعم تشتغل هون، بقصد انت لازم تاخد راتبك. استنى شوي، خد ارجون، وهاد اول راتب لك عندي، هدول 8000. شكرا لك فاروق. أول راتب لي رح خبيه، بس بضل ناقصني 200 لهلا. فحص لي السيارة. آسف أنا ما كنت بعرف إنك تشتغل هون. دقيقة بس رح أفحصها. أنا أجتني الفرصة الوحيدة لحتى أقدر أخدم شخص كتير بحترمه وبعتبره المعلم تبعي. بترجاك أعطيني هالفرصة. أنت تفضل ارتاح شوي. السيارة جاهزة. أستاذ في شي تاني بدك تساوي؟ لا يسلموا. شو أرجون ما بدك تشارك؟ اليوم آخر يوم بالمسابقة. ليك أرجون رفقاتك بالفريق إجوا بالدنياك، تأكد من سيارة الأستاذ إذا بدها شي، وأنا رح روح وقل لهم أنه أنت رح تكون هنيك بعد شوي. شكرا لك فاروق. حتى أنت أرجون بدك تشارك؟ ايه رح شارك. وانت كمان بقصد انت رح تشارك؟ منيح اصبح معناته رح اتنافس معك. اكيد لا عمو مازن، انا بقصد انا ما فيني اتنافس معك. اذا انت بدك تشارك بالمسابقة معناها انا رح اسحب اسمي. يا ارجون انت ما رح تسحب اسمك من المسابقة مشاني انا، مو عم تقول انك بتكون تلميذي؟ اذا هذا الحكي صح فمعناها لازم تواجهني وتتنافس معي بالمسابقة يلي رح تصير. عمي لو سمحت. بالعكس يا ابني، أنا بدي أهزمك يا أرجون، أنا بدي ورجيك إنه حتى لو أنا هلأ كبير بالعمر بس لسه في عندي القوة، وصدقني هاي القوة إجت بسبب خيانتك لبنتي أوفي. عمي انت ضحكت على بنتي، وانا رح انتقم لهالشي اللي ساويته بهزيمتك. بعدين انت رح تعرف انه بقدر انا دافع عن الناس الغالين علي منيح. ارجون انا انبسطت انه انت رح تسكن هون، لانه الحارتين
صار لهم سنين وهنن بيتنافسوا. أحياناً حارتنا بتفوز وأحياناً حارتكن، بس هالمرة أنا بأكد لك نحنا رح نفوز. أرجون، لا تفكر إنه تهرب من أرض المعركة هي أبداً، وإلا أنت رح تنعرف باسم الجبان يا أرجون. هالحارة عطتك بيت وشغل، هالحارة بيتك التاني. إذا بتنسحب أنت من المسابقة هي رح يكرهوك كتير ورح يقلعوك ورح يشككوا بتعليمي يلي أنا علمتك يا لهيك طلع بعيوني مشان تنافس منيح. أنت رح تنافس مشان حارتك وأنا رح نافس مشاني. نلتقي بالمسابقة لو سمحت. ايه تفضل. قديش بتريد؟ 200 استاذ. شكرا لك أرجون. هدول إلك. شكرا. مرت عمي، أمي اليوم عاملة حفلة صغيرة مشان العيد ببيتها، وقالت لي خبركن إذا منروح كلنا ومنتسلى، إذا بتحبوا تروحوا معي لهنيك. أكيد أنتي يلي رتبتي للحفلة جانا، لهيك يا ريت ما تحلمي حدا يروح معك على الحفلة يلي رح تصير اليوم أبداً. وبعد ما سمعوا عن أخوهم سوهام تأكدي ما حدا بقى قدران يطلع بوشك لحتى يروح معك على الحفلة اليوم، وخاصة بعد موت ابنك سوهام. أنا مستغربة مين يلي سمح لك إنه تعملي احتفالات بدون حتى ما تسألي حدا فينا ولا تاخدي برأينا ولا كأنه ميت لك. لحظة مرت عمي، ليش عم تزعجيني بهالموضوع؟ ليش بتضلي بتحسسيني إنه أنا المسؤولة عن كل اللي صار بهالبيت؟ خليني أقول لك شغلة واحدة مرت عمي، لو سمحتي لا عاد تحاولي تحرضي تيجو وأوفي ضدي أبداً. ليش لحرضون؟ حبيبتي هنن صاروا هلأ كبار وبيفهموا كل شيء وبيشوفوا لحالهم، ومشان يلي صار لا تنسي إنه نحن خسرنا سوهام بسبب إهمالك وعدم اهتمامك. جاوبيني لشوف أنت فيكي تنكري هالشي هاد؟ أه؟ أنت بتعرفي كتير منيح مين اللي عمل هيك بسوهام. أنت كمان بتعرفي نوايا كل واحد منا. مرت عمي، ما بدي كبر الموضوع، أنا سألتك سؤال مو أكتر، إذا بتحبوا تجوا تعالوا، إذا لا هالشي بيرجع لكم إلكم. بعتذر أنا ما رح روح، وأنت اسألي هدول التنتين إذا بيحبوا يروحوا معك. تيجو أوفي بنتي تعو. ايه ستي. ليكو، في حفلة اليوم ببيت هاي المرأة، وطبعاً هي اللي عاملتها، وقال بدي اياكن انتو التنتين وانا معكن نروح على بيتها هلأ. ليكو، انا ما رح روح لهنيك، اذا انتو بتحبوا تروحوا معها خبروها إلها. كيف؟ ستي كيف هالمرأة بتتخيل انه نحنا رح نروح؟ ما رح نروح، لا طبعاً. شو مبسوطة باللي سمعتيه هلأ؟ شو ارتحتي؟ انتي ما كنتي عم تفهمي مع انه شرحت لك ياها، لهيك حسيت رح يكون أحسن إذا هنن بيقولولك لحتى تعرفي. فكري قبل ما يخطر لك تسألي هيك سؤال بالأيام اللي رح تجي. ايه؟ انت يلي لازم تفكري مرتين من هلا. انا بنصحك انك ما لازم تعصبيني مثل المرة الماضية. اجيت عمي؟ ايه بنتي اجيت. فوت تفضل. انت فوت. شو؟ ما فيني اجي لهون يعني؟ مثل ما فاجأتيني بجيتك
أنا قررت فاجئك وساوي نفس الشيء وأعمل لك هالمفاجأة الحلوة. بس شو رأيك؟ مو مفاجأتي كانت أحسن من مفاجأتك وأحلى؟ شو؟ مو مشكلة أبداً بالمفاجأة، أنت شو جابك لهون؟ شو قصدك شو جابني؟ يا ستي أنا أجيت. تفضل عمي. عن جد ما عم بسألك كيف أجيت، جاوب على أسئلتي يلا لشوف. أنت قفلت الخزنة وتركت المفاتيح هنيك ولا جبتهن معك لهون؟ وتركت البراد شغال كمان ولا طفيته؟ وفصلت القاطع؟ شو مستني؟ يلا جاوب على أسئلتي. إيه؟ أنا ما بنسى مثل ما بتساوي أنتي. إيه؟ أنا طفيت كل شي بالبيت، خلاص نحن رح نعيش هون. قلت هون؟ أنت بدك تضل هون عايش طول حياتك؟ أه؟ ما ضل قدامنا غير شهر واحد بس الحمد لله، وبعد كلياتنا رح نروح على كندا. إيه؟ إيه؟ بيكفي حكي فاضي ها؟ أنا بعرف قديش بدي ضل قاعد هون، وأنا يلي بقرر، ومشان هيك أنا جبت شنتايتي معي. أنا لازم أتحملك هلأ، خليني روح فضي محل تحط فيه شنتيك، أنت خليك قاعد. جانو يا بنتي، بدي إياكي تنسي كل الخوف والمشاكل اللي عم بتواجهيها بهذا البيت. أنا هون هلأ، يعني رح خلي كل شي تمام. لا عمي ما في مشكلة أبداً، أنا ماني مزعوجة، أنا مبسوطة. أنتي ما تغيرتي أبداً، ولساتك يا بنتي لهلأ ما بتعرفي تكذبي. طيب مو مشكلة، اليوم في حفلة مو هيك يا بنتي؟ نحنا رح نروح نحتفل كلياتنا سوا ونتعشى ورح ناكل أكل طيب كتير. يلا أمي ساوي لي كأسة شاي تكون طيبة وتقيلة، صار لي سنين ما شربت من تحت إيديكي كأسة شاي. ألو؟ بورفي حذري شو؟ مشان التحدي تبع أمك أخيراً خلصته. وبتعرفي شو؟ أنتي بتعرفي مين هو يلي ساعدني؟ لحتى كفي أنا بقية المصاري؟ مين؟ عمو مازن. شو؟ بابا؟ إيه عمو مازن، بصراحة إجا على الكراج كان في مشكلة بسيارته وأنا صلحت له إياها، بالمقابل أعطاني إكرامية، وقت أنا حطيت الإكرامية فوق المصاري اكتمل المبلغ كله بورفي. أنا مبسوطة كتير بهالشي، شفت كيف؟ هاد كله نتيجة تعبك بالشغل بهالشهر اللي مضى. إيه بورفي؟ أنا جاي لعند أمك ورح حط هدول المصاري بإيدها ورح قلها أنا الشخص المناسب لتزوجيني بنتك. بتعرف أرجون؟ أمنيتك رح تتحقق هلأ، أمي رح تجي عالبيت بعد شوي، عاملين حفلة، أنت فيك تجي هلأ طبعاً لتحكي معه. إيه ماشي، قولي لأمك إن ما تروح لمحل لأنه أرجون جاي لعندكم بالليل. أنا رح أستناك اليوم. بحبك. وأنا ستي تعي ستي ستي ستي. بورفي ستي أنا مبسوطة كتير، أنت بتعرفي شو اللي رح يصير اليوم؟ أرجون قال لي جاي يشوف أمي. عن جد عم تحكي؟ إيه. أرجون تعا، وينك أرجون؟ الأستاذ بده إياك لحتى تتدرب على المسابقة. شوران أنا عندي شغل، أنت تصرف وأنا بلحقك بعدين. ماشي. طيب على مهلك. أرجون؟ نعم. أنا مبسوط لأني لقيتك. أستاذ أنا عن جد آسف. إيه قلي. أنا كنت جاي لشوفك بصراحة. أنا هلأ حتى إيه؟ قلي شوران نحن لازم نبلش التدريب لأنه بصراحة ما عاد عنا وقت. أستاذ بصراحة أنا عندي شوية شغل مهم، يا ترى فيني أتدرب بس أرجع لو سمحت؟ طيب بس المسابقة حتصير بكرة، يعني بكرة، ونحن ما عنا غير هالليلة هي. أستاذ ولازم أنا فهمت، بس يعني إنه نحن نفوز بهي المسابقة. إيه أكيد أستاذ عم تحكي صح، بس يعني مثل ما قلت لك أنا عندي شغل مهم كتير، إذا قدرت خلص الشغل بروح لهونيك بلحقكم وبتدرب. إيه ماشي بس لا تطول. أنا أكيد ما رح أتأخر ولا أستاذ. ماشي. أنا شوران وما في مني بكل الحي. بعد بعد يا ولد، لك بعد. شوران شوران. في
فيني اسألك؟ يعني إذا كان عندك فكرة قديش بيضل تأثير المنوم ولا هي أنت أول مرة بتجربه؟ السبب يلي عم يخليني اسألك إنه لازم أعرف تأثيره، لأنه هذا ضروري، لأنه ما بدي مازن دي شموخ يفيق بعد نص ساعة من وقت ما نخطفه وساعتها بتنتزع خطتنا. استنى انت شو عم تساوي؟ جنيت شي؟ حرام رح يموت ميتو رح يموت حرام عليك شبك جنيت؟ كيسنا كيسنا شوف شو صار له كيسنا معقول اللي عملته كنت رح تموته؟ الساعة 9:30 منبلش العد هلا وهلا رح نعرف قديش هالمنوم رح يكون فعال وامتى بيفيق. انتي هون؟ انا كنت عم بستناكي، تعال. قديش ضل عنا تحضيرات؟ انتي خلصتي كل شيء ولا لا؟ ضل شوية شغل ولازم نعمل الدعاء هون. انا هلا ما عم بحكي مشان هاي التحضيرات، عم بحكي مشان بورفي. ماما انا بعرف انه الوقت اللي عطيته لارجون رح يخلص، ومو نسياني هذا الشيء. جانو؟ ارجون قدر يخلص الشرط تبعي. هو نفذ كل اللي طلبتيه منه. اشتغل مثل ما بدك تمام واعتمد على حاله وكسب مصاري كتير من تعبه على حسب ما اشترطتي عليه وهلأ هو جاي لهون منشان يشوفنا هو أثبت إنه قد حاله وإنه هو بيستاهل يتزوج من بنتنا بورفي فعلا صح أرجون قال لي إنه هو رح يجي لهون بس يخلص شغله ماما لازم نزين مرجوحة العيد ماشي؟ طيب أنا رح روح وأترككم تكملوا شغل جانو شو هالقسوة تبعك؟ هي مو حرام عليكي بنتي؟ تصرفك بهالطريقة كتير غلط أرجون أكد إنه أنت غلطانة لازم تاخدي قرار أوفي ولا بورفي والأفضل تقرري قبل ما يوصل وبسرعة أنا بحب بورفي كتير وبدي إياها خالتي واللي بدي إياه إنه أقضي كل حياتي معه وبوعدك خالتي إنه بنتك بورفي ما حدا بياخدها غيري يلا قولي للبابا إنه أنت طلبتي من أرجون يترك البيت وإنه ينتقل ليعيش بالحارة تبعك مشان هو وبورفي يكونوا قراب من بعضه لو ما كان أرجون معي أنا كنت متت اليوم ما بعرف شو كان صار فيه أنا متأكدة إنه أرجون رح يجي أرجون ما عم يرد علي ليش؟ ليش ما روح وشوفه بالكراج؟ أخي فاروق أرجون مانو هون وين بده يكون راح أرجون لسه ما إجا ماما أنا هلأ بدي روح ماني حابة أتأخر على البيت استني شوي هلأ بيوصل أرجون ماما أنتي بتعرفي الشغلة بتوقع براسي إذا ما بروح على الوقت وما بدي أفسح مجال لحدا يحكي شي كلمة انتبهي على حالك أنا رايحة برجع بعدين الكراج مانو مفتوح وأنا ما لقيته
بوربي، أنا بدي روح. ماشي. بوربي؟ أرجون، أرجون أنت وين كنت؟ بوربي أنت ليش هون بهذا الوقت؟ أرجون اللي هلأ أنت وين كنت طول الليل؟ قلت أنه رح تيجي وتشوف الماما وتطلبني منها مو؟ اللي هلأ وين كنت؟ أنا رحت على الكراج تبعك وأنت ما كنت ورحت على البيت وما لقيتك. خلص. أنت بتعرف قديش انصدمت؟ أنت بتعرف قديش استنيناك أنا وستي وماما؟ وبعدين راحت وموبايلك كان مسكر. إيه بعرف بعرف بترجاكي لا تبكي. وما رضيت تستنى وما قدرت خليها تضل. طيب طيب قلي هلأ وين كنت كل هالوقت؟ أنا رح قلك بس اهدي شوي، بترجاكي بكفي، بترجاكي لا تبكي. أنتي قلتي لها لستك إنك هون؟ إيه بس بترجاك قلي وين كنت؟ عن جد أنا آسف بس أنا مالي قاصد إنه ما أجي لعندكم، انجبرت على هالشي. طيب وشو اللي جبرك؟ بصراحة شوران. شوران شو صار له؟ صار معه حادث. سيد أرجون؟ إيه؟ شوران لازم ينعمل له العملية فوراً. لو سمحت دبر المصاري. يعني دكتور ما في مشكلة، بس يعني يا ريت تقلي بالأول قديش بتكلف. تقريباً من 10 ل 12 ألف. بس دكتور نحن جماعة فقرة، من وين بدنا نجيب كل هالمصاري هاي؟ طولي بالك، لازم تنعمل العملية بسرعة. دكتور يا ريت أنت تجهز للعملية، يعني لبين ما دبر المبلغ أنا ماشي. ماشي كل شي رح يكون منيح خالي لو سمحت يعني. لهيك أنا انجبرت أنه ضل معهم بالمشفى، وكل المصاري اللي ضبيتهم راح ودفعتهم كلهم على عملية شوران. كيف بدي اجي وشو بدي اقول لأمك؟ طيب انت ما قدرت تجي لأنه كان عندك ظروف صعبة كتير. أرجون نحن لازم نحكي كل شي صار معك مبارح لماما. لا أرجون مشان ما تفهمك غلط. لا 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 نحن ما رح نقول شي لأمك مشان هي ما تفكر إنه عم حط حجج، وأنا ما بعمل هيك. ومشان المصاري رح أرجع جمعهم عن قريب شغلة أسبوعين، وأنا بعرف إنه أنا فيني أرجع جمع، رح جمعهم. أرجون أنا ما بدي مصرياتك، بدي إياك أنت. وأنا بدي المصاري كرمال تكوني أنت إلي، لهيك أنا لازم ساوي هيك. ولا يهمك لا تخافي، ما قلت لك لا تخافي؟ حبيبك أرجون قوي كتير، بس يعني هو محتاجك تكوني معه مو هيك؟ شو هالحكي هاد يا أرجون؟ طبعا أنا رح وقف معك عطول، بس أنت لا تتركني أبدا بترجع. أبدا ما بتركك. شو هذا أوفي؟ انت طالعة حلوة بتجنني. ليلي يلا ليش ما عم ترضي تلبسي الفستان الطويل؟ بيطلع عليك أحلى. بابا انت شايف حفيداتك طالعين بيجننوا بالفستان الطويل ما؟ وليش لحتى ما يطلعوا بيجننوا؟ ما هنن طالعين لجدهم لكن. ايه انت عير مسكوتك شوي لو سمحت. ماشي هنن تنتين طالعين بيجننوا. ما زين اليوم في عنا عيد، والدار اللي نحن رايحين عليها رح يحتفلوا باليوبيل الذهبي. كيف ستي انت شو قصدك؟ عشتي بكندا وأنا رح فهمك. هاي الدار عمرها 50 سنة. لا ما رح تفهم حتى. شو يعني؟ ما رح تفهم هذا الشيء حتى. سمعان؟
يرضى عليكي. اليوم رح ادعي لك من كل قلبي انه انت وارجون تلاقوا كل الخير والفرح، ويصير عندكم بيت عن قريب، ويكون حلو كتير كمان. شوفي لا تخافي، انا متاكده انه ارجون كان مجبور امبارح لحتى ما قدر يجي ويشوف جانا. ستي كنت بتمنى لو فيني احكي لك شو اللي صار معه، بس هو ما سمح لي احكي اي شيء. وانتي اليوم رح تشوفيه اكيد، مو هيك بنتي؟ سمعت انه هو بده يشارك بمسابقة الهرم البشري. ايه ستي. رح يقدر يفوز يا ترى؟ هو عايش كل عمره بكندا، مو متعود على هالشي. ايه يلا يلا خلينا نروح بسرعة قبل ما يصير زحمة وعجقة هنيك هلا، بعدين ما بيصير لنا ندخل. كيف؟ بيصير زحمة كتير هنيك؟ ايه. لك يا بنت انتي ليش قلقانة كتير؟ اذا ستك رح تكون معك، وقت انتي بتروحي مع ستك انتي ما لازم تقلقي ابدا. اوفيا لا تدعي لنا مزاجنا هلا. اوفي انتي بتعرفي نحن رح نشوف الهرم البشري. يلا خلينا نروح. الله يوفقك جانا، طولي بالك على بناتك، لسه ما فهموكي منيح. هنن بس يعرفوكي منيح رح ينزلوا راسهم قدامك بكل احترام، بس القصة بدها شوية وقت لحتى يعرفوكي، فطولي بالك. بس عمي ما ضل وقتي يكفي هالشي، كيف رح يعرفوا كل شي بهالمدة القصيرة؟ أنا قلتلك ما رح يصير شي غلط، خلي إيمانك بالله كبير وهو رح يخلي كل شي منيح. يلا يلا امشوا بسرعة. شو صار؟ انت شفته؟ يلا 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 امشوا. ما فيني قلكن قديش كنت نعسان امبارح، عيوني ما كانوا عم يتفتحوا. يلا يلا امشوا. وين راح؟ نايم غير 5 ساعات. بس 8 ساعات حبيبي، نمت 8 ساعات. حتى لو كان في زلزال ما كنت عرفت فيه. طيب وهلا كيف نحن بدنا نلاقي مازن دي شموخ بهالزحمة؟ عيدكن سعيد، عيدكن سعيد، كل عام وانت. يلا يلا امشوا بسرعة. يلا بسرعة. لك ليش واقفين؟ الخروف تبعنا هلأ صار وقت ذبحه. الخروف تبعنا بكلف ملايين. تيجي شوفي قديش في زحمة هون، أنا عن جد ما بعرف كيف الناس بينبسطوا بمثل هيك زحمة. يا أوفي الواحد بينبسط بأي مكان، بس أنتي ما عم بتحاولي أبداً تنبسطي. امشي نحن رح نتأخر. يلا يلا. يا شباب نحن هلا لازم نربح تحدي كسر الجرة. نحن هلا لازم نربح تحدي كسر الجرة. نحن رح نربح كسر الجرة. ممتاز اخواتي، ليكو هاي الجرة لازم تكون الهدف تبعنا. ماشي، نحن لازم كلنا اليوم نحط ايدينا بايدين بعض ونستعمل كل قوتنا. الفريق المنافس ماله سهل، هنن كلهم شباب ومتحمسين كتير، ونحن ما لازم نخسر قدامهم هالتحدي. ماشي، الكل جاهز؟ نحن هون رح نكون قده ورح نفوز بالتحدي. رح نفوز بالتحدي. رح نفوز. مو معقول مازن دشموخ طلع أذكى من ما أنا فكرت، سبقنا وجاب الشرطة لهون مشان يحموه.
يا شباب انتشروا بكل مكان، مستعدين. اذا حاولنا نمسكه رح تصير الكلبشات بايدينا. لازم نفكر بشي تاني، ولازم فورا نغير الخطه او الهدف. امشي خلينا نتمشى اليوم نشوف الشباب وين راحوا. بصراحة أنا بدي ساوي أهم شغلة بكل حياتي، بس أنا ما قدرت إنه آخذ رضاها لأمي وقت طلعت من البيت. ليش أنت ما كنت معه؟ بس الظاهر دعواتي هلأ اتحققت. بتمنى إنك تكوني أمي وترضي عني وتدعي لي كمان. انبسطتوا كثير؟ يا ريتني كنت معك. يلا خيرها بغيرها، خليك واقف. هيك الشباب هيك قالوا لنا من الأول. خبركم أنا بتمنى إنه أنا يا جماعة خليكم شو صار معكم؟ تحقق كل شيء. أنتوا ما لازم تدخلوا. هو قال لي خبرينا شو صار معكم؟ مو امبارح حكيت لك وين كان الخير؟ ليش ما سألتوني؟ أنا ما عم بكون بالك أنت ليش ضروري نكون موجودين؟ خبرينا شو صار معك؟ أمي؟ ضروري نكون موجودين. إيه حبيبتي القعدة بلاكي مو حلوة. إيه بورفي؟ أمي وينه بابا؟ أبوكي؟ أبوكي ليكو؟ ليش شوفي؟ ولا شي، بدي أحكي معه. أنا ما أصور. أنا خبرتهم. ليك يا داف، لازم نكون موجودين، لازم نكون اول الناس. في زحمه كثير بهالمكان، وانه نراقب مازن دشموخ شيء كثير صعب. انا ما بعرف كيف رح يخطفوا. وكمان ليك الشرطه اكثر من الناس بهالمكان هذا. ايه صح. وخليني اقول لك شغله، انت اذا بتترك هذا الشغل وقتها انا عن جد رح اقتلك. لا 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 لا، انا سمعت انه مازن دشموخ رح يشارك بالهرم البشري، هو رح يكسر الجره. معقول شغلنا رح يروح على الفاضي؟ هي كارثة كبيرة لإلنا. أنا قلت لك من قبل إنه هذا المكان كتير غلط، الخطف مستحيل يصير بهيك زحمة، وخصوصاً إنه اليوم عيد كمان. ها؟ وهلأ قلي يا معلم، مو كان لازم نخطط لهذا الشيء بطريقة أحسن؟ خلاص لا تقلق، أنا غيرت الخطة. الخطف رح يصير اليوم، بس ما رح يكون مازن دشموخ. أمي كان معها حق، هي قالت لي إنه الكل في عنده نقطة ضعف، لهيك حتى هذا اللي اسمه مازن أكيد في عنده نقطة ضعف. نحن رح نستفاد من هالشي، يعني نحن ما رح نخطفه. رح نخطف بنته. بالتوفيق. طلع يا زلمه شوف شو عاليه. بابا شفت قديش انت، شو اللي جابك؟ انا قصدي انه انا ما قلت لك اني بضل جيب اخبار عن كل شيء بتساويه؟ صح، يمكن راحوا. ولهيك انا اجيت. يعني شكرا انك اجيت. اليوم انا هون بمكان امك اكثر ما اني بمكان ابوك. بابا انا يعني ما فهمت. من وقت ما انت خلقت امك سجلت كل الحركات اللي انت ساويتها لاول مره. ايوه طيب، مثلا مثل اول مره حكيت، واول مره رحت على المدرسه، واول مره انت مشيت فيها، هي سجلت لك كل شيء. صح، ولهيك انا جاي لتابع اللي هي بلشته وصوره بالكاميرا. عن جد شيء حلو بابا، شكرا. مرحبا. اهلين اهلين. كمان شكرا انك اجيت، وجودك زاد من ثقتي بهذا التحدي. رح تفوز. ايه انا رح فوز، هذا شيء اكيد. موفق. شكرا بابا، شكرا. رح نربح اليوم، نحن اللي رح نربح. وهلأ يا جماعة معكم 5 دقايق بس لتكسروا الجرة. رؤساء الفريقين تعالوا.
حلو. هلا رح نسير العدلة لنشوف أي فريق بيروح بالأول ليكسر الجرة. ببلش فريق مازن والفريق الثاني بيستنى شوي لحتى نشوف نتيجة فريق مازن. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.